حلقة النهاردة هنعرف ازاي ممكن الهاكر يزيف صوتك بمنتهى البساطة، وازاي ان انت مثلا من خلال جملة بسيطة ممكن يتم سرقة صوتك بالكامل، ونقدر نقول عمل بيه اي عمل او تسجيل اي مقطع او تسجيل بيه اي كلام لغرض السرقة، لغرض سرقة حساباتك، لغرض نقدر نقول حتى خداعك كأنك واحد مثلا من خدمة العملاء او حد بيكلمك من خدمة العملاء، او حتى كمان لغرض انتحال شخصيتك بشكل كامل لسرقة فلوسك، او نقدر نقول لسرقة السوشيال ميديا خاصة بيك، او لغرض نقدر نقول سرقة اللي حواليك. فتابعونا، انا اسامة عادل، وانت دلوقتي بتتابع قناة اميزنج وورلد لمحتوى الامن المعلوماتي ومحتوى الامن التقني. فتابعونا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اسامة عادل في قناة اميزنج وورلد. في حلقة النهاردة هنعرف ازاي ممكن من خلال جملة بسيطة او نقدر نقول كوبلي بسيط من صوتك او حاجة فويس نوت او اي حاجة، يعني نقدر نقول مقطع صوتي بسيط جدا ليك على الانترنت، حد يزيف صوتك، ونقدر نقول من خلال الذكاء الاصطناعي ويحصل على صوت شبيه لصوتك بنسبة 100%، وغير كمان كده يتكلم بأي لغة، وغير كمان كده يقدر يستخدمه بمنتهى البساطة. ونقدر نقول لو انت دلوقتي نقدر نقول ليه اي حد بينتحل شخصيته او نقدر نقول بيتكلم بصوتي وبيطلب منكم فلوس او اي حاجة، مش هطلب منكم اي حاجة في الاغلب. لو انتوا بتتواصلوا عليا نقدر نقول من خلال نقدر نقول صفحات على السوشيال ميديا او من خلال طرق التواصل الرسميه بتاعتي، انا ما بطلبش فلوس من حد، ونقدر نقول انا شغال بحاجات رسميه انتوا بتبقوا عارفينها، يعني بيتم عنها الاعلان في القناه. يعني مثلا لو في المستقبل اطلقت دوره هتبقوا انتوا عارفينها ومحدده طرق الدفع ومحدده كل حاجه، فانا مش هاجي اكلمك اطلب منك فلوس لاي شكل من الاشكال. ونقدر نقول ما تكلمنيش غير لو على حساب الانستجرام اللي الروابط بتاعه موجود في الديسكربشن، او في حسابي نقدر نقول حساب الفيسبوك بتاعي، او نقدر نقول اكونت الفيسبوك بتاعي اللي صفحه الفيسبوك موجود برده الرابط بتاعها في الديسكربشن. فمش بتكلمنيش على اي حساب نقدر نقول غير الحسابات الموجوده عندي في الديسكربشن. بمنتهى البساطه ازاي تنتحل صوت اي شخص، هتدخل على الموقع الموضح قدامك ده elephantlabs.io، هو ده الموقع بمنتهى البساطه، هو موقع نقدر نقول مختص في الذكاء الاصطناعي خاص بتحليل الصوتيات بمنتهى البساطه. وهدوس على جيت ستارت فري. انت طبعا نعرف دلوقتي ايه الفرق بين الفري وامتى الموقع يطلب منك فلوس بمنتهى البساطه. بعد ما تسجل دخول نقدر نقول من خلال الجيميل او نقدر نقول هتعمل في حساب اي حاجه، هيظهر لك الواجهه دي. الواجهه دي بمنتهى البساطه انت تقدر من خلالها تزور صوت اي شخص في الدنيا. طب انا عايز ازور صوت حد اعرفه مثلا دلوقتي، او اجرب الموقع عامه، انا مش عايز اضر حد بس نقدر نقول عايز اجرب الموقع. بمنتهى البساطه اول حاجه هتدوس على اد فويس. اد فويس هنا هتقدر تختار نقدر نقول من بين الاختيارات دي، عندك اد فويس نقدر نقول واحد من الفويسز الموجوده هنا نقدر نقول على الابلكيشن. يعني هتلاقي عندك اربع خيارات زي ما شايفين، نشرحهم واحده واحده، نشرح خيار خيار. اول خيار ده ان انت تخلق الصوت ده بنفسك، ان انت بمنتهى البساطه نقدر نقول هتحدد مثلا نقدر نقول نوع الشخص ده في ميل او ميل، نقدر نقول عجوز او شاب، او نقدر نقول في مقتبل العمر او في متوسط العمر، يعني طفل او عجوز او شاب، ونقدر نقول امريكي او اي حاجه مش موجوده حاليا غير الجنسيات دي او لغه الكلام دي، ونقدر نقول تحدد نقدر نقول طبقه الصوت، وتدوس هنا جنريت، ونقدر نقول هيستخدم لك الصوت ده او نقدر نقول هيخلق لك الصوت ده، بس مش ده الصوت اللي انت هتستخدمه. بعدها تعمل يوز نقدر نقول او استخدم الصوت ده اللي هو يوز فويس، هو بمنتهى البساطه هيستخدمه لك، ده صوت انت اخترعته من دماغك. طيب هل ممكن استخدم اصوات ناس حقيقيه؟ هقول لك عندك الخيار ده نقدر نقول الخيار ده والخيار الرابع، الخيارين دول نقدر نقول بيعتمدوا ان الصوت يبقى عندك انت، يعني صوت انت اللي تجيبه من عندك، مقطع صوتي مثلا، وعلى اساس كده هيستنسخ لك الصوت ده تيبيكال. طيب ده لازم انت عشان تحصل عليه الخيار ده لازم انت تدفع للموقع فلوس، يعني ده مش خيار مجاني، ده خيار مدفوع. يعني لو رحنا كده اوكي، ده خيار مدفوع ليس خيار مجاني، يعني زي ما شايفين هنا كده اوكي، تقدر من خلال دولار واحد بس تقدر تخلق صوتك انت مثلا كصوتك انت او صوت حد مثلا. طبعا زي ما شايفين هنا اكثر من 3000 كاركتر، 33000 نقدر نقول كاركتر، يعني 30000 شخص في الشهر. نقدر نقول ده الاشتراك المجاني، ده الاشتراك المدفوع. طبعا انت لو حابب تدفع فلوس وتجرب مفيش مشاكل، هتجرب صوتك انت مفيش مشاكل، بس هم حاليا نقدر نقول قافلين ان انت تستخدم صوتك انت او تجيب صوت من بره. بس نقدر نقول هنا المفروض فتحها لك كمره واحده بس، هي تقريبا هنا مش شغاله دلوقتي. هنا نقدر نقول السوشيال فويس او فويس لايبراري، اللي هي نقدر نقول ناس زيك كده خلقت اصواتها، ونقدر نقول موجوده اصواتهم على الموقع. يعني لو دوست كده عليها بمنتهى البساطه، دوست كده على الصوت، هتقدر تسمع اي سامبل من السامبل دي وتستخدم صوته، يعني عادي جدا. طبعا هو بيدعم كل اللغات حاليا، يعني حد يقول لي ما بيدعمش العربي اقول لك لا، التحديث الاخير بقى بيدعم العربي. يعني مثلا انت مثلا السامبل دي مثلا Yesterday's home runs don't win today's games. صوته مش عاجبني بصراحة، نشوف دي. هاخد الصوت ده. The ballot is stronger than هو بيقول لك هتنزله بنفس التسمية ولا هتغير التسمية؟ لا هنزله بنفس التسمية. اوكي هدوس فينيش.
خلاص كده نزل عندي. اوكي هرجع تاني هنا للسبيتش. اوكي هنا كده نزل عندي. عذرا اختار هي ده الصوت بتاع البنت اللي اخترتها اللي اسمها مريم. هستخدم يوز. بعدها هنا بيقول لي اوكي، هنا بيقول لي بقى تقدر تعدل بقى في الصوت بتاعها، الدقه، الكواليتي، مش عارف ايه الحاجات دي، يعني حاجات في الصوت تقدر تظبطها. انا سيبها زي ما هي في اعداداتها الافتراضيه. هنا هتختار هنا ايفنت مالتي لانجوج فيرجن 2، يعني عشان دي هتلاقي فيها العربي، هتلاقي فيها التركي، هتلاقي فيها الكوري، هتلاقي فيها الانجليش، هتلاقي يعني طبعا القديمه ما كانتش بتدعم غير انجليش بس هم طبعا طوروها بقت خلاص بتدعم كل اللغات. بعدها هنا بمنتهى البساطه هتدوس جنريت وهتسمع الصوت. يعني مش عارف الصوت هيبقى مسموع عندكم ولا لا، اظن ان المفروض هيبقى مسموع. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اسامه عادل. هي طبعا بتتكلم بصوتي كان صوت القناه، اظن ان الصوت كده مش مسموع، فانا هعمل حركه عشان نقدر نقول تسمعوا الصوت في التسجيل، او ممكن اضيف لكم في التسجيل. فبمنتهى البساطه هنا كده ممكن تدوس كده اوكي، ممكن تدوس هنا عشان تعمل داونلود للصوت. اوكي كده الصوت هتعمل له داونلود، هشغله دلوقتي ونسمعه مع بعض. نسمع. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اسامه عادل. ممكن ما يكونش واضح قوي في التسجيل، بس بمنتهى البساطه قالت الكلام اللي انا كاتبه هنا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم اسامه عادل. انت تقدر تبرمجها ان هي تقول اي كلام طبعا براحتك، الصوت اللي انت عايزه هو انت، هو الصوت اللي انت هتكتبه او الكلام اللي انت هتكتبه بالصوت اللي انت اخترته هو ده اللي هيتبرمج ويتحط. طبعا الموقع في الزمان نقدر نقول في الاول خالص لما كان فاتح كان مجاني، حاليا الموقع بقى نقدر نقول شبه مدفوع، بقى لازم اي صوت نقدر نقول لو انت عايز تعمل صوت لنفسك لازم تدفع، نقدر نقول بمنتهى البساطه، بس ما تدفعش كتير، يعني انت عندك اول اشتراك بيبتدي معاك من $1 يعني ولا حاجه، يعني ولا حاجه. هنا دي مقصود بيها الكاركترز اللي هي عدد الحروف اللي انت هتكتبها، فنقدر نقول بمنتهى البساطه انت لازم تدفع يعني $1 مش حاجه، طبعا عليه خصم كبير جدا زي ما شايفين هنا كده، عشان تقدر نقول تقلد اي صوت. لو الموضوع انت حابب تجربه بس الموضوع مش هيستاهل انت تدفع، بمنتهى البساطه تقدر تختار اي صوت او اي بنت او اي حاجه او اي ولد، يعني حابب مثلا تكتب مقال مش عارف ايه تسمعه بصوت حد، فعندك لحد 10,000 كاركتر، يعني 10,000 حرف بمنتهى البساطه في الشهر، يعني اظن ده كان في الشهر حسب ما انا اتذكر. اوكي ندوس هنا كده. اوكي لا ندوس على بروجكت، ومن بروجكت ندوس هنا. بروجكت دي كان المفروض يكون فيها الصوت بتاعك لو انت نقدر نقول مشتري الاشتراك. 10,000 كاركتر. اوكي 10,000 كاركتر بالمصري، يعني عندك 10,000 حرف في الشهر تقريبا، وطبعا عارفين ان احنا كلنا طبعا المسافه بتعتبر حرف. فبمنتهى البساطة ده كان موضوع تخليق الأصوات، الموضوع بقى خطير جدا، الموضوع بقى صعب جدا إن أنت تكتشفه بمنتهى البساطة، يعني يمكن مثلا في المستقبل طبعا الموضوع يبقى مستحيل اكتشافه. فبقى عندنا دلوقتي خلق نقدر نقول تزوير الأصوات، تزوير الفيديوهات، ونقدر نقول كمان خلع الملابس بشكل كامل، أو نقدر نقول تركيب الملابس، وحتى تحريك الصور اللي بعد ما خلعت ملابسها تقدر تحركها. فبقى عندنا نقدر نقول تزوير كامل للهوية، نقدر أي حد يخترع أي فيديو لأي حد في الدنيا، ونقدر نقول يطلع تبكال الحقيقي. لو عايزين نكمل في سلسلة الاختراق، أو نقدر نقول الذكاء الاصطناعي واستخدامه بالشكل السيء، نقدر نقول في الاختراقات وكده، نقدر نقول طبعا كل الشرحات بتاعتنا غرض التوعية، مش غرض أبدا نزيد أي حد. فاللي عايز نقدر نكمل في الشروحات دي تقدروا تقولوا تاكدوا لي الموضوع ده من خلال نقدر التعليق في الكومنتات. والحلقه لو انتوا عايزين بقى حلقه اضافيه، ممكن الحلقه اللي جايه تبقى عن طريق مثلا ديب فيك اللي هو تزوير الوشوش، ممكن الحلقه اللي بعدها نقدر استخدام الذكاء الاصطناعي نقدر في تزوير الصور، الحلقه اللي بعدها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحريك الصور اللي زورناها. فنقدر نقول ممكن تصنع فيديو اصلا متكامل لحد ما عملش اي حاجه في الدنيا. في النهايه بتمنى حد يكون عاجبكم دعمها باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم حلقه جديده اعزائي المشاهدين. ما اقدرش احكي جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.